واحدة بتقول ليه صديقة كاثوليكية قالت لي ان خلق حواء من ضلع ادم عبارة عن اسطورة وليس حقيقة، وقالت لي ان هذا الكلام يقل الاطفال. قول لها انتوا تؤمنوا بالانجيل ولا ما تؤمنوش بيه؟ كون ان الناس يحولوا بعض كلمات الانجيل الى اساطير ده امر خطير جدا جدا جدا، وليس فيه احترام للكتاب المقدس. ومش هو ده الايمان الرسمي بتاع الكنيسة الكاثوليكية.